السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة عندي ليكو وصفة هايلة، بس قبل ما أقولها اللي ما شاركش في القناة يشترك، فعل زر الجرس عشان لايكات كتير 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 بإذن الله، علشان فيديوهاتنا يستفيد منها أكبر عدد من الناس. عندي ليكو النهاردة وصفة الكركديه. الكركديه ده يا جماعه بصوا، انا بفرمه في الخلاط اهو، ده الكركديه. الكركديه ده ايه فايدته بقى؟ هقول لكم فايدته ايه. مش احنا لما بيبقى عندنا طير ونيجي نذبحه ساعات بنلاقي الكبد بتاعه فارس اهو، اما احطه لهم كده واكلمكم على الكركديه. بصوا ده الكركديه، انا ما برميش، ما بصفهوش، انا بحطه بالفتافيت اللي بتفضل في الاخر دي. بصوا بقى الكركديه ده، مش احنا عندنا لما بقى عندنا طير ونيجي نذبحهم مش ساعات كده نلاقي بالبلدي كده الكبد بتاعه فارش؟ فارش يعني تلاقي الكبد ده الله اكبر كبيره كده متضخمه، مش كبيره وعافيه، لا كبيره ومتضخمه. طيب الحل بتاعها ايه؟ وتيجي تبقي نفسك تاكليها تقرفي تاكليها، وفعلا ما ينفعش تاكليها لانها مريضه. طيب اعمل ايه؟ اجيب الكركديه واضربه في الخلاط واسيبه منقوع ساعتين علشان كل فيتامينات وكل حاجه تبقى فيه. طب هو ايه فايدته؟ فايدته قلنا انه بيعالج اهم، انا بالنسبه لي اهم حاجه عندي الكبد، ان الكبد ما يبقاش فارش. وبعدين انت ما بتبقيش عارفه والطير قدامك كده بسم الله الله اكبر، انت مش عارفه ايه اللي جواه تعبان. طيب ليه انا بهتم بالكبد؟ لان خلي بالكم ان الكبد ساعات لما بيتعب الطير ممكن يريح منك وانت مش واخده بالك وما تعرفيش ايه السبب في تريحه الطير، يعني بتلاقيه قدامك كده زي الفل وفجأة ريح منك، لان الكبد دي حاجة اساسية في الطيور. طيب الكركديه ده هيعالج فرشة الكبد او مرض الكبد، اهو علاج اساسي للكبد. طيب ايه تاني بيعالج الكركديه؟ بيعالج ايه؟ بيعالج الحاجة الاساسية اللي قلتلكوا عليها اللي انا بهتم بيها جدا، وهي الديدان. هو طارد رئيسي للديدان، ادي حاجة تانية. كمان بيقوي جهاز المناعة، الهيكل العظمي بتاع الطير، وخاصة لما تكوني لسه جايبة حاجة صغيرة، كتاكيس صغيرة، بط صغير، مفيد جدا للحمام. الحمام اي حاجة هو مفيد بها، هو عارفين اللي هو زي ما نقوله ايه، بيبني الهيكل الاولاني، الهيكل العظمي بتاع الطير بتاعنا. فده كده الطير بيستفيد من الكركديه، جميل جدا. ايه تاني بيعالج هالي؟ بيعالج لي بيقوي جهاز المناعه عند الطير، ودي حاجه انا يعني من الحاجات المهمه عندنا ان احنا نقوي جهاز المناعه. بصوا شربي منه فراخ، شربي منه بط، شربي منه حمام، شربي منه اي طير عندك اتفرجي عليه. اولا الموضوع الكبد ده بيضايق ناس كتيره جدا، لان في ناس بتيجي تذبح البطه بتبقى حابه تاكل الكبده تلاقي فرشه تقوم راميها، زائد ان ممكن يتضر مني الطير، يعني ممكن الشر بره وبعيد بيموت مني، لان الكبد حاجه اساسيه في قلب الطيور دي. طبعا انا بحب اهتم بالديدان زي ما قلت لكم، لان الديدان هي بتاكل اكل اي حاجه حتى في البني ادمين، يعني تلاقي العيل مصفوط كده يقول لك ايه يا دي انت بطنك دود، ما هو فعلا بطنه فيها دود، بس خلصوه ازاي؟ الديدان دي حاجه للاسف يعني سيئه جدا في البني ادمين وفي الحيوانات، فليها علاجتها. طيب الكركديه ليه احنا بنغفل عنه؟ هو مشروب مفيد جدا لطيورنا، بس قبل بقى ما نكمل اللي ما اشتركش في القناه يشترك، فعايزين لايكات كتير، عايزين فيديوهاتنا توصل لعدد كبير من الناس يا رب العالمين. الكركم احنا غفلانين عنه، يعني انا بحس ان في ناس ما بتاخدش، بص اهو ما فيش بيت في الدنيا تلاقيه، نادرة ما تلاقي بيوتنا ما فيهاش كركديه.
نادرا يعني. الكركديه ده حاجه اساسيه خاصه للمرضى اللي هم بيبقى عندهم ضغط مرتفع. ده طبعا بيريحهم جدا. بصوا بقى، بصوا حكمه ربنا، بيريح الناس المريضه بالضغط العالي، بيظبط لهم ضغطهم. ما بالك انت بقى لو انا حطيت الكركم ده، الكركديه مش عارفه جايه معايا كركم ليه، الكركديه بقى للطيور عشان تعرفوا الفوائد. احنا لما بنجيب حاجه بنكون عارفين انها باذنك يا رب، باذنك يا رب، هي مفيده للكل يعني، للطيور كلها، عصافير، فراخ، طيور، بط، رومي، حمام، مفيد جدا جدا الكركديه للحمام جدا. اهو بصوا بتشربوه ازاي. في سؤال ممكن يسأل، انت تحط فيه سكر؟ لا لا لا، افرم وحطه كده. انا بقى ليه بحط الكركديه؟ بحطه لانه هو من الحاجات اللي بتفيد الطير في الكبد، من الحاجات اللي انت بدل ما تقعد تدور على ادويه الكبد تعبان، والكبد لما بيبقى تعبان بتلاقي الطير بتاعك مريح. مريح يعني ايه؟ يعني همدان. الحاجه بقى الاساسيه الثانيه اللي انا يعني، انا عندي الديدان وعندي بيحافظ على الكبد وبيعالجه لي. لا، في حاجه ثانيه كمان مهمه جدا في الكركديه، الاحتباس الحراري. مفيد جدا في عز الحر، تشربه للطيور بتاعتك بيريحهم من الحر. عارف الاجهاد بقى اللي بيجي من الحر، وتلاقي الطير همدان والحر كاتم عليه وخنقه كل. لا، الكركديه من الحاجات المهمه جدا 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 لطيورنا في عز الصيف، مساعد رئيسي في علاجهم من الحر والاجهاد والاحتباس الحراري وكل الحاجات دي. يبقى انا كده ما حطوش، طب احط لهم شويه ميه تاني عشان هم ايه عطشانين. انا على طول احط الكركديه. النهارده يوم الميه بالكركديه. بصي بصي، النهارده ده يوم الميه بالكركديه. كركديه يا جماعه محدش ينساه، محدش يغفل عنه، لانه هو من الحاجات المهمه في علاج الطيور. مش كل الحاجات، هو اصلا من يعني احنا عندنا حاجات كتيره جدا بتعالج لنا الطيور بتاعتنا، بس الكركديه برضو من الحاجات الاساسيه اللي بص بقى الديدان هيحاربها لك. الاجهاد والاحتباس الحراري مفيد جدا، كمشروب في عز الحر لازم تديهوله، يا اديهوله مرتين في الاسبوع، ثلاث مرات في الاسبوع زي ما انت عايز. بيعالج لي فرشه الكبد او مرض الكبد، ودي حاجه اساسيه احنا كلنا بنعاني منها وما بنكتشفش ان الطير بتاعنا. ساعات بنيجي نذبح البطال مهمده، الحق يا ابني واذبحها. بنعمل كده صح، بس بنعمل كده ليه واحنا مش عارفين هو ايه اللي صابها؟ ما بنيجي نذبحها واحنا بننظفها بنعرف ايه اللي صابها، ان الكبد فرش فيها. فطالما الكبد فرش فيها انسى. هو بيعالج لي ده. يبقى عندي الاجهاد وعندي الديدان وعندي معالجه الكبد وعندي بيقوي جهاز المناعه. مفيد جدا كمان انه ما يخليش الطير يجيله امساك. كده بقى ايه يعني، وصفه هايله جدا. يا ريت ما حدش يغفل عن الكركديه، يا ريت نحطه لطيورنا لان هو مفيد جدا. ويا رب يا رب يا رب تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم النهارده. اتمنى ان انتم تشتركوا في قناتي، تفعلوا زر الجرس، زر اللايكات كتير. عايزه فيديوهاتي توصل لاكبر عدد من الناس. انت بدوسك على اللايك الواحد بتوصله لناس كتير ممكن يستفيدوا مننا باذن الله. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.